السلام عليكم. عاين والي ولاية بجاية فتح الأسبوع هذا، عاين فندق جميل جدا، فندق الصلداي، وهو يعني في الأول كان اسمه فندق أميزور، والآن غير الاسم دياله، ويعتبر الفندق هذا أجمل وأفضل و يعني فندق في ولاية بجاية، وكذلك يعني يقع في موقع رائع يعني في أعالي مدينة بجاية، ونشوف هنا يعني التصميم الرائع، وهذا الفندق يعني يعتبر استثمار سعودي في الجزائر، شركة سعودية اللي عندها بعض المشاريع في قسنطينة كذلك. ونتمنى تكون هذه المشاريع في يعني كل ولايات الوطن، وكما نشاهد فالفندق هذا ما بقالوش بزاف ويفتتح إن شاء الله، وكذلك يجدر الإشارة أنه الأشغال تاع الفندق هذه عرفت عدة تأخرات، بحيث أنه المشروع هذا بدأ عنده أكثر من 12 سنة منذ بداية الأشغال به، الآن تقرب من النهاية. أترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم. Thank you.